يحصل لكم جو يحصل لكم أنا يو خف خف سارة شكو شوفا تعزا الشرطة مرحبا بكم مرحبا بكم شو اللي بقى تمنى تمنى شو شي حوش يا إنسبكتور أنا أخذ في خدمتي وين راه شكو شو ليش رجع لي سيزون تاع لي زيكسبير ميامي مانهاتان لاس فيغاس واش انت تجوز عليا كونغ ولا كونغ عمري ما سمعت هذا الاسم انا بنان قلبك عندي ذراري هنا يموتوا على الفاكهه قلبنا كامل طن وما لقيناش عاشت اسول باب سامحني بون عزيز بوند موت عزيز بوند راك سمعت بعينك بكا حتى واحد في الدار مادام ياسين مفتش ما لقيت والو تقدر تفضل شكون انتي مرتي الاستاذه هاني زهره محاميه معتمده لدى المحكمه العليا على بالك اني خليتك تفتش الدار بدون امر بالتفتيش من طرف وكيل الجمهوريه حبيت نسقسيك شتي مانو فاير تريننج داي امريكان جانجستر المايتي كوين كاش خطا شكون دازا واشنطن دا معاه موندا بيربيزيسيون امر بالتفتيش انا قاطعه يوم بصح سيكتور بون حنا ما رضيناش نتورنو في فيلم هاك سير 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 جبتي كوكي كان حبها في الدار انسبكتور عندها ليبولا وليبولا خلوها في الدار مش حبيت انسبكتور نرميوها هو تاع ديرا بوليس عاونا نداويو فيها لا بروف خص طفلة وين راهي؟ مش من طفلة انسبكتور مش من طفلة؟ ايه ها طفلة فيفي هذه خد مرتي يا سبيتار يا طول قلت صح ده كونغ وهربيها صح يا سي مفتش كونغ كان هنا ودالي اختي وكان مهددنا وكنا خايفين منه ماذا بيك تلقاها لي وترجعها ما خبيتو عليا لا ما خبيناش ما خبيناش عليك يا سبيتار ما حبيناش نقولوا لك برك كين كونغ امباير ستيت بيلدينغ أروح المقام شاهد هاو يكون ثمك إلى كل وحدات باتوا لنا تخلص طيارات المقام شاهد كين كونغ نحن عودة أروح ثم صحيح هاو شمك فكي كونغ الخراني باتوا طيارات مشي خمسة ستة طيارات ستة طيارات اسمع ربك جب زفل الفيلم ها هاكا فاكا عندك خل معي هيا تشاو تشاو الحمد لله يا ربي فيفي فيفي دخلتي راحوا راحوا مايك ما نعيشو انت وش الهضره هذه تاع ست طيارات وش عارف كارت فيزيت وما على باليش وقاعد يشغل تحب كي كونغ يموت يا بابا كونغ هنا يا حي وين كنت انا نسيت كاع كونغ دوك تريح كونك سمع غير بالعقل ردي يدك غير بالعقل نشوف غير قلبك برك واش راك تشوف واش راك تشوف واش راك تشوف عمرك مش تقول مبريجيتا راه تقعد راه تقعد بابا او جا موحوش يا موحوش قطيت يا محمد ما غالب سنيت لها الساسين حتى رقته
الدنيا راهي مقلبه عليه على بالك، المدير لا بوليس لا عسكر حتى شنابط. ياك شنابط بطلهم. المهم هاك شد هاك قريب باص حدني. هذا اللي كان خاصني انا اللي نقريب من باصي مش انت. حصلت تحت فيها وهذا مكان. قول لي يا اخي ما شافك حتى واحد هكا خساره عليك واش بيك. انا يشوفوني انا يعيطوا لي الرعد انا واش بيك. كاين جوج واحد ما يشوفني. مالا سمعوك رامي. المهم كونغ مسكين يا كونغ تربع رايت كي كان صغير كان بسقله هكا هكا بسقله هكا كان يشوفني هكا ولي واش بيك. والتطراش شحال رزقتو فيه وتشو 81 ريت لها هكذاك تاع بزاقة. بصح نقول لك لو كان كنت خدام ما يهربش من الكاجا. على وين كنت انت؟ مع الهادي. بس ما فريتوش مع السنديكا. كونك داويه مليح. انا عزيز علي انا مش هذا نقول لك رجعوا واقف خير من اللي كان. صافي بليزر. عندي واحد صاحبي عنده سيرك شوف واش تقولوا نكرهولو نديرو دراهم كبار تشي بحنون. يا يما كونك كونك ريح كان زهر زهرة شوار بك قريب طعام القاعة هذي اللي قلتي زعما الكف ورا الكف. ها كي كان صغير ما كنت شوف قلت من ولا هذا الوقت تبدل واش به مروط له. على كل حال انا نروح. غزالة بعتت لي اس ام اس ليوت قالت لي راح يزيد عليا الحال. روح قبل ما يزيد عليها الحال. روح روح يا موحوش. راهي بخلاص بخلابه بخلابه وقال ما حبيش تروح للسيرك. عليك سامعك عليك سامعك عليك سامعك. اي والله زهرة شوفي شكون صح شكون يشين هذا الوقت يرحم بابك مش عارف يا اخي الاخر عنده المفتاح ميلود هذاك. Bonsoir madame, nous sommes des représentants de National Geographic et on souhaiterait rencontrer le docteur Hani Bouzid. Oui bien sûr. Bouzid, nous sommes les représentants de National Geographic. Ah, j'ai oublié. Ok, merci. Tfadlou, merhaba bikoum. Bonne journée madame. Ah, je suis le docteur Bouzid. Merci monsieur. Bonsoir docteur Bouzid. Bonsoir monsieur... Monsieur... Thierry. Quel cher. Donc nous sommes des représentants de National Geographic et nous sommes venus pour vous rencontrer pour faire surtout un reportage sur vous. Bien. Voici Johnson Bryan qui est venu spécialement des États-Unis pour vous rencontrer. Monsieur Bryan, enchanté. Merci monsieur, Monsieur Hani, Dr. Hani Bouzid. Je suis très heureux de vous voir, mais je suis très heureux de vous voir. Écoutez, nous avons démarré en pleine journée des États-Unis, mais avec le décalage horaire... On est arrivé en pleine nuit. Okay. Et surtout qu'ils souhaitent absolument vous rencontrer parce qu'ils ont entendu parler de vous aux États-Unis. Et c'est surtout depuis que vous avez élevé ce gorille qui s'était échappé du parc. Ah, Kong. Oui. T'as ça, Zahra. Merci. Je suis très heureux de vous parler. Mais le gorille avec Kong, un arbitre Bukri, ça fait très longtemps qu'il est un petit. Mais donc, il est grand, il n'y a pas de وزيد مش عارف اللي سمعتو في مقام الشهيد وقال حكمه بوند الانسبكتور بوند شوفها مع عربية. وي 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 دكتور هاني بوزيد وي ار بريبيرينغ ا تي في شو اتس كولد وورلد وايلد فيترينري رايت اند وي هاف تشوزن يو تو ريبريزنتينغ الجيريا اند يو نو ذا سبجكت اوف غوريلا ازنت امبورتنت ات اول. يا ترى normal, c'est un américain. En fait, il est en train de vous dire que nous sommes en train de préparer une émission de télévision qui s'appellera Vétérinaire du Monde. Mmh. Et nous vous avons choisi pour être le représentant de l'Algérie. Ah bon? Oui. Et le sujet du gorille n'est pas très important. D'accord. J'accepte. Pas de problème. Qu'est-ce que je dis?
كونغ وش كاين؟ Docteur Bouzid, oui. Vous êtes le meilleur vétérinaire en Algérie. Oh, vous exagérez, monsieur Thierry. Et vous êtes le seul à pouvoir communiquer avec les gorilles. Comment expliquez-vous cela? Bon, c'est très facile, monsieur Thierry. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'expérience avec les animaux, parce que je suis vétérinaire. Oui. En plus, quand je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Sincèrement. Dernièrement, je me suis dit. Pardon, monsieur Thierry. Je vous en prie. Parce que la belle canne de ma carte béton, bah, drache à l'ia, on va rater dans le parc. Ce matin, les derniers mois, Rab. جاني على كل حال شي من راه متوتر هنايا مش عارف الله اعلم ما سمعناش عليه خبر صحيح. D'après vous, pourquoi Kong s'est échappé? Problème راه هنايا مشيو تيخي. كاين بزاف لي فيرسيون بصح لا فيرسيون اللي راهي عندي مشيو تيخي سي كو الديريكتور تاع البارك. وي. ما نحبوش. ما عنده حتى علاقة بالإنسانية. باع كونغ لا مافيا. Non. Si, si, si. C'est une rumeur. Il n'y a aucune preuve contre le directeur du parc. No way, no way. Je vais vous dire que j'ai le droit. Oui. Que j'ai le droit dans mon cœur. Kong. Ou j'ai le droit. Non, j'y crois pas. Come on, man, no way, I can't believe that. Ah ouais, bah, belé, boule. Et on peut le voir? Non, non, impossible. Just a minute, please. Monsieur Johnson, s'il vous plaît. Premièrement, il est blessé. En plus, il est très, très, très fatigué. On m'a regardé si je convoque. Surtout pas aujourd'hui, s'il vous plaît. Impossible. C'est pas possible. Non. Please. Non. All right. Wagda. Haka. Haka, mais qu'est-ce qu'il fait, monsieur Johnson? Ça m'a l'air que t'es, monsieur Thierry. Johnson. خويا أوباما لاباس الحمد لله. ألو أنا حكمناهم كاع هو ولا فامي تاعو. تقدر تجي شاف صح هما هي جورنال ستار ناسيونال جيوغرافيك بوزيت. ها تخلصوها غاليه والعداله راح تبعكم وين تكونوا. بلاي فمك. قال لك بلاي فمك. هاك نوض وروح جيب كونغ وربطو وبالك اش ما دير في راسك سينون سمرتك ولادك. هيا روح. بابا ما تمدلهمش كونغ ما تمدولهمش. نمد روحي نمد زوليخا نمد الميلود نمد كوكي نمدكم كاع. ماك تشوف فيهم راهم مسرحين مش حبيت يغبرونا. اسكت هذا طونطون زيدو شحال حتى شدونا اوتاج. كون خير عندي تليفوني ندير سيلفي. نعم. كونغ كونغ ربطو ربطو مليح. دوك نربطو ربطو. علاه جيت انا كنت جاي لي كانت عندي تكتيك باش ندير لهم عفسه. اسمع سونس مير انت قبض هذوك الزوج وانا قبض السيلفي مليح. ما يرام زوج نسيت كاع معليش. امشي 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 حرك منا امشي امشي. كلش تحت السيطرة. با مو درت هالبارك راني نشوف كونغ راك هنا مخبي رفضوه امشي عتمه تايا عتمه تخلصها غالية يا سي المدير نتابعك قضائيا حتى ندخلك الحبس. زهرة سكتي كاع بين بعثونا للعليا. انتي تتابعيني قضائيا عندك لي بروف مدام هاني واحد ما يتحرك. بوند كلاس سي الانسبكتور رانا لقينا كونغ كان مخبي عند دكتور هاني بوزيد والعائلة تاعو كانت كاع كومبليس معاه. كذاب تما انت على حسابك هادو كاع عندهم الحبس وكونغ يولي للبارك كيما كان بكري. حبيت نسقسيك انت كاش خطراش تفكاش فين دنزل واشنطن جوزوه كافي؟ لا ما تشوفش
انا عندي الدليل باللي انت اللي حبيت تسرق كونغ ماشي هما. رامي عيط لي وخلى التليفون مفتوح سمعت كلش. رفدوهم انسبكتور ماكش عارف واش راك دير. كونغ تنطلق ايه بصح هكا كوم قلتوا لي لافان تاع الفيلم كين كونغ ما يخلاش هكا. وهذه هي الحكايه بالتفصيل يا عمي ميلو. ايه والله لو كان عيطتوا لي والله نفس ما هزوش معايا انا والو راحت لنا. ما تخافوش عمي ميلو. انا خاف انا. شوفوا نحكي لكم واحد الحكايه صارت لي في الطوره. ايه بعثوني باش نعقب السلاح. واش ندير؟ نعدي على هذيك الغابة تاع موزايا. فيها واش نقول لك الهوايش اكثر على كونغ هذا اللي راكم تهضروا عليه. عبد القنين. ونجي معدي في نصها. وتحسب كاش واحد هدر ولا واحد هز راسه والو. با 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 بالرجال كفاية. واش لنا كاين واحد العباد يسكنوا في موزايا. قالوا لي باللي ثمك عندهم ما كاش لي غوريل كان غير شويه دسوا محسوب انا نكتب انا لا 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 حاجه حاجه على مير قالوا لي مش هي يعني. ماني كوكي مغشه زعفانه لا 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 يجي انا انا لا ريح عمي مير ريح لا عمي مير انا نحكي لها ابو زيد اش هيك ماني كوكي ماني كوكي شوف انا نحكي كي كنت في خطر وليد لا لا خوتني بلا Ha 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 ha